أبو إسلام من الرياض معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ، عندي سؤال. مرة حلفت يمين على واحد أخذ مني فلوس وهرب مني، ودخل بيننا وسيط، وقلت له يعني حلفت يمين، قلت له علي الحرام الطلاق لما تجيبها إني لا أسوي فيك وكذا، وبعدين للحين هارب ما شفته ولا للحين ولا سويت شيء، فماذا يكون عليه؟ اما السؤال الاول، تراجع المحكمه الشرعيه او تراجع دار الافتاء بالرياض عن التحريم والطلاق.